السلام عليكم. عدنا للعبة سيم سيتي سيتيز اوف تومورو، الاكسبانشن الاخير من لعبة سيم سيتي. طبعا عم نعمل هي المدينة الصناعية، هي المدينة الثانية لنا بهالريجن بهالعالم هاد. طبعا اللي مو شايف اي شيء من قبل، احنا بيقدر يشوف السلسلة من قبل، وفي سلاسل تانية كمان لهاللعبة بالقناة، قناة الوان جنجن وان على اليوتيوب. طبعا هي السلسلة مثل انعاشية للعبة سيم سيتي. عم نجرب نشوف اذا بتمشي اللعبة ولا لا. بحب اذكر اني انا بلعب ثانية بثانية مع المشاهدين، يعني محل ما وقفت الحلقة الماضية هلا بكمل. هذا الشيء هو اللي بيخلي اي لاعب اذا كان مبتدئ او حاب يلعب اللعبة او عم يتفرج ما يروح عليه اي تفصيل مهما كان. حتى هاي الحريقة كانت الحلقة الماضية، صار لازم بقى نشوف. صحيح مشي حالة هاي المشكلة؟ ما مشي حالة، ما عم يعطينا السيتي هول. ما عم بفهم شو مشكلته. مستغرب انه عنا سيتي هول، مو بس بالريجن كله عم بيقول، يعني نحن في عنا مدينة كاملة مخلصة اللعبة تقريبا، فيها كل مباني اللعبة تقريبا. بقى مستغرب. يلا حناخد قرض صغير، معناتها 25 ناوي. هاد الشي ممكن يبطئنا شوي بس ماشي الحال. وين نحط هيك؟ هيك بعيدة، هيك قريبة. ممكن تكون بمكان هون يوصل للطرفين. هيك بيطلع على المصانع إذا راحت من قلب النفق، وإذا راحت من على اليمين تنزل على المدن. حلو الخدمات تكون على هذا الطريق، بصيروا بيقرروا يا بدهم يطلعوا لفوق على المصانع، يا بلفوا كمان من هون على المصانع، يا بينزلوا على السكن من هون. السكن كمان يمكن نرجع نوصله هون أو لا، ما بنعرف حسب الضغط اللي حيصير. نشيل الشغلات المحروقة، أكيد في شغلات انحرقت. اللي احنا عم نحكي بنهاية الحلقة الماضية والله ما كتير، بس مبنى واحد تاني بس بسيطة. كمان الإسعاف طبعا كتير، بس ما معنا حقه كتير. بيكون شغلة مطلوبة لأن بالمدن الصناعية، لأنه تلوث وهيك أشياء. بدنا كمان نزيد من السكن. هذا بينفع ياخد سكن هون؟ ممكن هون. هاي المنطقة اللي كنت عم فكر أنا فيها بشيء بسيط متواضع. هيك شي غريب شوي بعرف. شيء غريب ولكن جميل. أول شي بس خليني أعرف بالضبط هذا وين وهذا وين. لسه قربت. هاي الحسابات سيم سيتي بقى صعبة، ما بتزبط بي الطرق العادية. طرق تمام، دائرة خلابية بدأنا فيها هالحلقة. وصلة هيك، هيك صار في عنا وصلة و طريق لهون. بس وصل لهون. يا سلام يا سلام على الألغام، يا سلام على الأنغام. هلا هي بدها تكون الدائرة السكنية اسمها لك سميتها أنا، بس نحط فيها شوية تجارة مشان هون هيك. تمام 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 والله بتاخذ كل هاي من جوا، ما مشكلة. من برا واحد اثنين ثلاثة، حلوة الفكرة عجبتني. هون حينهد بس ما مشكلة. نقيم اللي نقامه، اكيد في شغلات راحت. تعمل بس هيك، هاي راحت، هاي راحت، هاي. حلو الكلام. يا سلام الشكل اللي عم بيحلو هذا النفق. جاي هيك الطرق عم تنوصل ببعضها بطريقة جميلة. لاحظوا انه هذا الطريق رجع نوصل بهذا الطريق من هون. هلا نرجع نفوت بقى لهي المتاهة هون.
إذا عندي دائرة هونيك ودائرة هون، هون ممكن نعمل شيء تاني غريب الشكل. ممكن هيك أو هيك كمان ممكن. ممكن أيوة فرجيني هالخطوط هيك، هات هاي هيك مثلا. بس استفاد من هالطريق اللي هون، والله حرام ما نستفاد منه، حرام ما نستفاد منه. نضحي بالتصميم مشان نستفاد من المساحات. ليك والخط هاد ما احلى، او قديش بينبنى عليه اشياء. وفي عنا هذا الخط حلو، ممكن هدول ينوصلوا، ممكن يوصلوا بشكل، بس نشوف دائريا كيف يطلع. ممكن ممكن كتير، ممكن كتير. نعمل هيك بس لأقدر أشوف بشكل عمودي الطريق شو عم يصير فيه. مايل من هون بعرف، بس هذا الشي منيح ما له سيء. شوف هذا الخط كيف تمام، هذا الخط هيك. بعدين لا اعطيني لفة هيك عكسية، ايوة لهون تمام. شوفوا الاختراع اللي عم بيصير حاليا، اختراع المباشر على اليوتيوب. لهون تقريبا، اعطيني خط، اعطيني خط، ما تنزع لي الزاوية، ما عم بيعطيني خط. طيب، ما بدك تعطيني خط، بلاقي لك حل، بعمل لك هيك وبنزل فيك بنفق هيك. يا سلام يا سلام، شوف أحلى على الإضاءة، هذا بيطلع بعدين كمان تحت بعض. طيب نرجع نكمل. بدي الزاوية نصها، هاي وين نصك؟ تعالي تمام، الرسمة عم تتشكل. وهي الدائرة اخدة مجدة زي قلنا، هون هون تقريبا، هون ممكن مشان نكسب مساحة ناخد طريق هيك. لا لا ما تحفر لي بالأرض، ما تحفر بالأرض. الشكل هو تراكبي على فكرة، بس ما له عشوائي، هو كله طالع من صاص الخطوط تمام. هون بنا من برا بقى، ما مشكلة. وإذا قلنا هاي جاي لهون، هاي انت هيك، بس اول طريق مو عاجبني، اول طريق ما حلو، كان حلو وقت يتطور بيصير اكتر.
بس هيك بكفي. ها، ونفق جديد، وتوصلت الأموال مع بعضها كلها، انه حتكون تصير أموال بعدين. وحان وقت بقى بعد ما رسمنا هالرسمات نعمل شغلة كنا نعملها. شوفوا، لاحظوا، كنا الكهرباء ما عاد فيه. حيطلع، حيخلص الكول، نوقف الوقت. هلا الشيء اللي كنا نعمله دائما، اللي هو الشيء اللي تعودنا عليه بكل سلاسل سيم سيتي، شو هي؟ كنا دائما نشوف وين في عنا اماكن بالارض، بس عم شيل وانا عم بحكي الشغلات المهدومه وكذا. نشوف شو في عنا اماكن، وين في نفط، وين في عنا كذا، وعلى اساسه نعمل التخطيط تبعنا. وهذا هو القاعده اللي اعتمدناها، قاعده هندسيه بكل الرسمات تبعنا، بكل الامور السابقه. هلا انا عم غير، انا اللي عم ساوي انه عملت مدينه صناعيه بدون، صدقوني حتى انا ما بعرف ابدا وين في نفط وين ما في نفط. كل اللي بعرفه انه اتجاه الرياح رايح لبرا لهون، وعلى اساسه انشأت هالشكل الغريب هذا. هلا الفكرة كلها، ممكن واحد يقول لي الاحسن انك من الاول تشوف وين في نفط، وين في كول، وين في اويل، وين في كذا، بعدين على اساسه تشتغل. انا الفكرة اللي على بالي اني اسست هذا الحكي كله، وعلى اساس هالرسمه حشوف اي خط حامشي، هل حجيب اويل، هل حجيب حجر، هل حجيب فحم، حشوف يعني اي المناسب اكثر. بس اهتميت اول شيء اني اخلص من تخطيط مبدئي مثل هذا التخطيط اللي احنا فيه، 3 طبقات كذا، وعلى اساسه بنبني. يمكن ما نعمل اي شيء من هدول، يعني فينا نعمل مدينه صناعيه بدون ما نفوت بكل الاشياء. بقى تعوا سوا نكتشف شو الأشياء الموجودة تحت الأرض. بالأرقام طبعا كلياتهم هن محطوطين. إذا الواحد ما راح بيفتح هاي الصفحة اللي على اليمين، رقم 5 عم يعني تفتح لنا الكول. كول ما في غير بالطبقة العلوية هون، إذا حابين ناخد كول أو يمكن فحم نسميه. الأور، شوفوا الأور، في شغلة كتير حلوة، الأور بالدويرة طلع. وهون في أور، وهون في أور، هاي ممكن نحاول ناخدها. كول اور اويل، اويل هون، اويل بالمدينة تحت. ما حناخد المدينة تحت، ما بنقدر، لازم تكون قرنة نظيفة مبدئيا، بس هون ممكن ناخده. طب السؤال، اي شيء نبلش من هدول؟ تعالوا نروح على الاشياء الصناعية، نرجع نشغل الوقت، نذكر مع بعض اسعارهم. الاويل 37,000، ونشوف حجمها بس كيف بيجي. شايفين تركب هون، حلوة. مشكلتها الوحيدة قريبة من السكن، حنضطر نهد السكن اللي هون يعني نلاقي له مكان تاني. الأور تعالوا نشوف هون قديش حقه، قديش؟ 22,000. اي ممكن هون هيك بكفي. ليك ما احلاه طالع الشكل، هي حظ، انا اللي عم لاحظ. بس انا برجع بقول، لنفرض حظي كان سيء وكل شيء كان تحت وكل شيء كان فوق، كنت رحت بتصميم المدينة على اشياء تانية، ما كنت رحت على الموارد. تركت الموارد كاوبشن، كخيار زيادة فقط. معناته نحن بدنا اموال، بس ما معنا اموال كتير. خلينا نزيد من ال رننج لو، بعرف، خلينا نزيد من السكن والاشياء عنا هون. ما رح اعمل سكن لسه على الطريق العام، بس شكلي حساوي لأنه الوضع تعبان. بس لهون مبدئيا ممكن هون نعمل خط هيك. شو أخبار المعامل والتجارات وكذا؟ عم بيجيبوا لنا أموال؟ عم بيجيبوا والله. نزيد التاكس، مع انه مدينة صناعية وكذا، حزيد التاكس ل10 شوي، ما بيهمنا كتير سعادة والاشياء. هلا اللي ممكن يصير بقى، انه يقول لك انه ما في عنده كتير اماكن عم تاخد، كترنا كتير معامل مثلا، يقول لك ما في حدا عم بياخد، بس ما بيأثر، ما بيأثر ابدا. احلى شيء تعلمناه بهاللعبه انه فيك تهد وتبني قد ما بدك، ما حتعمل لك مشكله كبيره، خصوصا اذا مو رايح على السعاده. اما اذا رايح بدك والله تجيب رقم كتير عالي بالابروفل ريتنج، ما بنصحك بهالاشياء. بتوصل لمتاهه ما بعد متاهه،
طبعا في ستودنتس عم بيروحوا، على طلاب عم بيروحوا. ها بلش كله ينبني هون، بلش الانكم يزيد، ونحنا بدنا كول. هذا كول صح؟ كول قديش حق الكول؟ افكر بلش فيه مشان الكهرباء، فيني بلش فيه لك مكانه كتير جميل. يلا ها، وبينبسطوا المعامل طبعا بوجود واحد مثل هذا هون. هلا هذا بقى نكبس هيك على هذا المبنى، و سيل باور تو نيبر. لا ما بدنا نسيل احنا، بس المهم انه هاي اون تكون اللوكل، يعني من جوا ياخد اور، يعني ياخد من هون. هون لسه ما اشتغل طبعا. كول شافت هي هون هون بنيه. ادي حق الوحدة 14، فينا نحط وحدة. يلا حط وحدة هون، معلش حتى لو بدي تروح المبنى بس. تمام، هلا هيك مشكلة الكهرباء حتنحل مبدئيا، ونبلش بقى نشوف نبني اشياء للبيع والشراء، استيراد وتصدير. بنشتغل لازم نبني هيك شيء، بس هذا الشيء بده اموال. نبلش نبيع بقى موارد شوي، بس عجبتني فكرة انه هاي طلعت بنص الدويرة، شكليا حلوة صناعيا. بناخدها اذا مو هلا بعدين، بس مشكلتها المدينة ما فيها كتير سكن. طيب تعال نحل مشكلة السكن هيك هيك، صارت كلها هي خلص منطقة سكنية كاملة. ما بدي اقطع الطريق هون. اخبار المعامل حط هون كمان. need workers، ايه بعرف بعرف بدكم عمال اكيد. طبعا مشكلة العمال كلها بتنحل المفروض وقت هاي upgrade. هذا لسه عم بيقول لي بده يخلص التطوير الدين. لا اعرف مشكلة العمال وهالاشياء حتروح هلا بهالخريطة هاي اللي حنساويها. وقت نعمل براج، بدنا نعمل براج كبيرة نكتر فيها عمال بقى، ما عاد في داعي سكن اكتر هيك، بصيروا الناس بيسكنوا بالبراج. اما المعامل بتكون مرتاحة، كل الشغل ماشي ماشي. شو اخبار هاي؟ شغالة، بلش يطلع الفحم من الارض ويعمل بشكل كتير جيد. توقع هاي لازم احطها اون. جلوبال ديليفري كول، لا ما بدي اياها، انه هاي نشتري من برا. فرجيني اذا حسبوني اشتريت، بس ثواني حاسبوني على شراء شيء. لا ما حسبوني، معناتها هاي اخذناهم شوية كول من هذا المبنى، هاي اخذناهم هون خلص. تمام، صار هذا المبنى عم بيبعت لهاد، معناتها الكهرباء تغطت اموره. وهون لازم نحط وحدة، وقريبا لازم نغير بقى نحط سيستم متطور اكتر. هذا ما فينا نحطه، هذا بده كنترول نت، شغلة متطورة، مركز البحوث والاشياء. يعني بكل الاحوال بلشت مدينتنا بقى تتطور، معنا اموال منيح ومعنا مدخول جيد. بتوقع يمكن بالحلقة القادمة بعد ما نشتغل شوي على موضوع الموارد، يمكن حاول، مشان خلي كل المشاهدين مستمتعين ومبسوطين، اعمل من كل هدول، اعمل هدول الثلاثة كول اور واويل. بعدين بدي احاول بلش بناطحة سحاب برج كبير، وحط فيه بقى عمال، والعمال ينزلوا على هالمعامل ونطلع اموال كتير. وا وا وا، يا سلام يا سلام. طيب مثل ما قلت لكم، السلسله هي ثانيه بثانيه، بوقف هون بوز ونكمل سوا الحلقه القادمه. ما تنسوا السلسله، انا ححاول جهدي، حاول اصور اكثر من حلقه، كذا حلقه، والنتيجه مثلا بعد
أربع حلقات تقريبا. إذا لقينا في إقبال وفي لايك، في مفضلة، في شير، الناس عم تتفاعل، عم بيجوا ناس سبسكرايبرز جداد على القناة من بسبب لعبة سيم سيتي، في تفاعل، في هالأشياء، حنكمل السلسلة إن شاء الله، وحتى كمان حنزيد إنتاجها، حنسويها أسرع وأسرع وأسرع، حتى لو وصلت يوميا أو حتى لو وصلت أكثر من مقطع يوميا أنا ما عندي مشكلة، بحب اللعبة كتير. وبتعرفوا هي أول لعبة يمكن كانت بالقناة، أول لعبة افتتحت فيها القناة كانت سيم سيتي. بكل الأحوال روابط كلها عم تمرق بالشريط الإعلاني اللي هون صاير. ما تنسوا إنه تلحقونا على تويتر، فيسبوك، تويتر، فيسبوك، تويتر، فيسبوك، تويتر، فيسبوك، انستغرام، جوجل بلس، كل الأشياء هاي، وتزبطوا الأمور عليها. وهذا كان كل شيء اليوم، كان معكم عمر أول جن جن وان، ومع السلامة.